حضرات الضيوف الكرام، أهلا بكم على متن طائرة الاتحاد للطيران. سنقوم بعرض تعليمات السلامة الخاصة بهذه الطائرة. نرجو منكم أن تولوا الشاشة انتباهكم الكامل وتستمعوا إلى التعليمات بعناية حتى لو كنتم من كثير الأسفار. Ladies and gentlemen, welcome aboard Etihad Airways. Even if you are a frequent traveler, please watch and listen carefully as we demonstrate the safety features of this aircraft. قوموا بربط أحزمة الأمان فور إضاءة العلامات الخاصة بأحزمة الأمان. Your seat belt must be fastened whenever the fastened seat belt sign is illuminated. يتم ربط حزام الأمان على متن هذه الطائرة بهذه الطريقة. يمكن تعديل الحزام بسحب الشريط. Your seat belt is fastened like this. To adjust, pull the strap. لفك الحزام، ارفعوا القطعة المعدنية المتحركة، ثم اسحبوا الجهة المقابلة من الحزام. To unfasten, lift the metal flap and pull the belt apart. إذا ما استدعت الضرورة تزويدكم بأكسجين الطوارئ، فإن أقنعة كهذه سوف تتدلى بشكل آلي من الجزء الأعلى فوق رؤوسكم. In the unlikely event that emergency oxygen is required in flight, masks will drop down from the panel above you. اربطوا أحزمة مقاعدكم بسرعة واسحبوا القناع نحوكم لفتح خط توصيل الأكسجين. Quickly fasten your seat belt and pull the mask firmly towards you to start the flow of oxygen. ضعوا القناع على الأنف والفم وتنفسوا بطريقة طبيعية. Place the mask over your nose and mouth and breathe normally. ثم اسحبوا الرباط المرن وراء الرأس لتعديل وضع القناع. قوموا بجذب الأشرطة. Place the elastic band over your head and adjust the mask by pulling on the straps. قوموا بتثبيت القناع الخاص بكم أولاً قبل مساعدة الآخرين. Fit your own mask first before assisting others. هناك 8 مخارج للطوارئ على متن هذه الطائرة تحمل جميعها علامات واضحة. يرجى تذكر المخرج الأقرب إليكم حتى لو كان خلفكم. There are 8 emergency exits on this aircraft which are clearly marked. Please keep in mind your nearest emergency exit which may be behind you. عند الطوارئ ستضاء أرضية الممرات المؤدية إلى المخارج. In the event of an emergency, the path to the exits will be illuminated at floor level. تعليمات فتح تلك المخارج موضحة على كل مخرج منها. Instructions on how to open the exits can be found on the exits. توجد سترة نجاة تحت مقاعدكم إذا كنتم على متن الدرجة السياحية أو تحت مسند الذراعين على متن درجة رجال الأعمال. A life jacket is located under your seat in economy class or under your armrest in business class. عندما يطلب منكم طاقم الطائرة استعمالها، انزعوها من الحاوية واسحبوها فوق رؤوسكم. When instructed by the crew to use it, remove the life jacket from its container. Take it out of its cover and place it over your head. اربطوا السترة حول خصركم هكذا وضيقوها هكذا. Fasten the life jacket around your waist like this and tighten it like this. قوموا بنفخ سترة النجاة فقط عند مغادرة باب الطائرة أو بعد مغادرتكم المخرج الذي فوق جناح الطائرة. يمكنكم نفخ سترة النجاة بواسطة السحب بقوة بهذه الطريقة أو عبر النفخ في الصمام. Your life jacket should only be inflated as you leave the aircraft door or after you step out of the overwing exit. Inflate by pulling firmly like this or by blowing into the mouthpiece. سترة النجاة مجهزة بمصباح يضاء تلقائياً عند ملامسة الماء. There is a light which comes on automatically when in contact with water. لتهيئة المصباح للعمل، اسحبوا الطرف الأصفر الموجود في الأمام. Pull the yellow tab to put the light in standby mode. تتوفر أيضاً سترات نجاة وأسرة خاصة بالرضع. Life jackets and cots will also be provided for babies. تتوفر بطاقة تعليمات السلامة في جيب مقعدكم. يرجى قراءتها بانتباه قبل الإقلاع، حيث تحتوي على شرح مفصل للمعلومات التي تضمن سلامتكم. The safety instructions card located in your seat pocket details important safety information. Please take a moment to read it before takeoff. كما نذكركم بأن جميع رحلات الاتحاد للطيران خالية من التدخين. We would like to remind you that all Etihad flights are non-smoking. يمنع التدخين منعاً باتاً في جميع أنحاء الطائرة ودورات المياه المزودة بأجهزة حساسة لكشف التدخين. إن العبث أو التلاعب بأجهزة كشف الدخان أو عدم الالتزام باللوائح والتعليمات يعتبر جريمة تعاقب عليها القوانين المحلية والقوانين الدولية للطيران المدني. Smoking is prohibited in all areas of the aircraft including the toilets, which are fitted with smoke detectors. Tampering with a smoke detector or non-adherence to these directions is a criminal offense under national law and international civil aviation regulations. يرجى تخزين حقائبكم اليدوية في الخزائن العلوية أو تحت المقعد أمامكم. All carry-on items must be secured in the overhead stowage or under the seat in front of you.
يرجى التأكد من إغلاق جميع الأجهزة الإلكترونية بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمول وأجهزة مشغلات الموسيقى والمفكرات الإلكترونية والهواتف النقالة، ويمكن استخدامها فقط فور إطفاء علامات ربط أحزمة المقاعد. All electronic devices such as laptop computers, music players, PDAs and mobile phones must be switched off before takeoff and may be used once the fasten seatbelt signs have been switched off. استعداداً للإقلاع، يرجى التأكد بأن حزام الأمان مربوط بإحكام، كما يرجى إعادة ظهر مقعدكم إلى وضعه العمودي، ويجب طي طاولة الطعام وإعادة وحدة التحكم اليدوية إلى مكانها المخصص وتحريك مسند الرجلين إلى الوضعية الأساسية مع إبقاء ستائر النوافذ مرفوعة. In preparation for takeoff, please ensure that your seat belt is securely fastened. Your seat back is in the upright position, your handset, footrest and tray table folded away and all window blinds raised. سيقوم أفراد الطاقم بالمرور عبر المقصورة لإجراء تفقد نهائي. نشكر لكم حسن استماعكم ونتمنى لكم رحلة ممتعة مع الاتحاد للطيران. Your cabin crew will now pass through the cabin to carry out a final check. We thank you for your attention and wish you an enjoyable flight with Etihad Airways.